أهمية منتدى كرانس مونتانا في النهوض بالعلاقات الإفريقية وتثبيت مبدأ التعاون جنوب جنوب. نربط الاتصال مباشرة من الداخلة بالسيد ينجى الخطاط رئيس جهة الداخلة واد الذهب. مساء الخير سيدي. مساء الخير. بداية، ما هي رمزية مجيء كل هذا الحضور الدولي إلى مدينة الداخلة للمشاركة في منتدى كرانس مونتانا لهذه السنة؟ أعتقد بأن هذه الرمزية مرتبطة بالدور الذي تلعبه هذه الجهة في إطار المغرب. أعتقد بأن المغرب أولا هو صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وجهة الداخلة واد الذهب هي البوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. فإذا من هذا الموقع أعتقد بأنه رمزية يعني تنظيم هكذا منتديات في الجهة، أولا هو تجسيد لأن الداخلة هي فضاء لتبادل الأفكار والتجارب، وكذلك هو يعني اعتراف ملموس بأن النموذج التنموي الذي يعني تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة هو كذلك نموذج مهم جدا يمكن تعميمه على يعني على بعض المناطق الأخرى من إفريقيا. تقولون أن الداخلة المغربية تحولت فعلا إلى قنطرة ما بين المغرب وباقي الدول الإفريقية، كيف نرد على المشككين في هذه الفكرة؟ قلتم بأن الداخلة أضحت قنطرة. نعم نعيد السؤال. قلتم بأن الداخلة المغربية أضحت فعلا يعني جسرا ما بين المغرب وباقي الدول الإفريقية، كيف نرد على المشككين في صدقية هذه الفكرة؟ لا، ما على المشككين إلا أن يزوروا هذه الجهة ويتعرفوا على مدى النمو الذي عرفته هذه السنوات الأخيرة. يعني الداخلة اليوم بهذه المشاريع الكبرى التي يعني التي تم الإعلان عنها في ذكرى 40 للمسيرة الخضراء، والتي يعني الآن هي حائز التنفيذ، مثل مشروع يعني الطريق تيزنيت الداخلة، مثل كذلك يعني المشاريع الكبرى مثل يعني ميناء الداخلة الأطلسي، مثل كذلك محطة تحلية المياه التي يعني من خلالها سيتم يعني سقي 5000 هكتار من الفلاحة. كل هذه المشاريع المهيكلة الكبرى تجعل بأن الداخلة لها مكانة يعني ستلعب دور مهم جدا في المستقبل وفي الحاضر، يعني نحو يعني فيما يتعلق بالتبادل التجاري والثقافي ما بين المغرب وإفريقيا، وما بين كذلك أوروبا وإفريقيا، اعتبارا بأن المغرب وصلة وصل ما بين إفريقيا وأوروبا، والداخلة هي الجسر يعني هي البوابة. نعم. الجنوبية للمملكة المغربية. استمرارا لكلامكم وفي هذه النقطة، يعني كيف تنخرط الآن الأقاليم الجنوبية في مسلسل تعزيز تعاون جنوب جنوب الذي تحدثت عنه الرسالة الملكية اليوم؟ لا، هو فعلا يعني هذه الأقاليم الجنوبية بهذا النموذج التنموي الجديد ممكن أن تلعب دور مهم جدا في إطار يعني تعميم هذه التجربة، فهي أولا تجربة ناجحة جعلت من هذه الأقاليم يعني أن تتطور ويعني تتحول إلى أقطاب جهوية تنافسية اقتصادية، وبالتالي أعتقد بأنه كذلك كل الوفود التي زارت الداخلة يعني لامست هذا التطور المهم الذي عرفته هذه الجهات الجنوبية وخصوصا جهة الداخلة وادي الذهب، وبالتالي يمكن فتح نقاش حول هذا النموذج وجعله يعني نموذجا بإمكان أن تستفيد منه مناطق أخرى في هذه القارة الإفريقية. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد ينجى الخطاط رئيس جهة الداخلة واد الذهب على هذه المشاركة.